السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديروا واحد التحليه، غادي تقولوا كيفاش بلاتي تحليه بريبي جميله وميروندينا. بريبي جميله وميروندينا حنا عارفينهم كيتواتاو مع بعضياتهم، كبرنا بهم. الى جانا الجوع كندوزو لهم باش نحيدو شويه الجوع. كاين واحد الطراد غادي يبدا هاد الايام، غادي هذا في هاد الموجه هادي بحال هكا. وقلت بما ان عندنا ريبي جميله وميروندينا، علاش لا ما نديرش هاد الترند بحله مغربيه. بون ما علينا، كثرت من الهضره بزاف، ما علينا. نبداو. عندي هنايا واحد تقريبا 5 ديال الباكيات ديال ميروندينا قطعتهم بحال هكا طريفات صغار. عندي هنايا 4 ديال ريبي جميله، عندي هنايا فلون ديال الفريز، عندي 4 المعالق كبار ديال مايزينا، عندي هنايا طريفات ديال البسكويت، هذه اختياريه الا ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش. وعندي السيترو ديال الحليب. انا هنا الكاسرونه درت فيها الحليب، غادي ندير عليها هذاك رايبي، هذوك 4 الكيسان بربعه، غادي ندير هذاك الساشي ديال الفلون. الا درتو الاخر ديال بلا سكر كتزيدوا السكر على حسب الذوق ديالكم. انا هنايا دابا هذا عندي فيه السكر، وغادي نزيد هذيك لا كريم باتيسيير ونخلط هذا الشيء. غادي نجيبو مول ديال الكيك اللي هكا فيه الفتحه هنايا الوسط، هذا دهنينو مزيان بالزيت. غادي ندير هذيك ميروندينا اللي مقطعه على هذا الشكل بحال هكا، غادي نديرو فيها كنتمنى ان هاد الترند يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا الخبر علاش لا. وبالنسبه للخليط انا خلطته مزيان، دابا غادي نديرو فوق من العافيه حتى هذا يتقاد ديال الخليط. الخليط ولا على هذا الشكل بحال هكا، ولا ثقيل. دابا غادي نديرو على ميروندينا. من بعد ما درت هذاك ريبي جميله، غادي نهود هاد لي مورسو ديالي ديال ميروندينا على هذا الشكل بحال هكا، غير باش يدخلوا لداخل يتلبسوا كلهم بهاد الخليط على هاد الشكل. ودابا غادي نديروا هاد البسكوي كطبقه من هنا من التحت، غير باش يعطينا ديك القرمشه. ودابا غادي ندخل التحليه ديالي، بعدا نخليها تبرد واحد شويه باش ندخلها للثلاجه لمده ديال ساعتين حتى تشد ليا، ونرجعوا من بعد باش نشوفوا الريزلت الاخر، النتيجه الاخرى كيفاش غادي تطلع. من بعد ما بردات التحليه مزيان وشدات راسها، حيدتها من المول، كتجي على هذا الشكل بحال هكا، جات هائله يا البنات. كنقول لكم موعدنا ان شاء الله كيتجدد في وصفه جايه. كل في الموعد.